طيب أتراك ألمانيا دكتور محمد يعني الآن يبرهنون على حرصهم الشديد على وطنهم التركي، بالرغم من أنهم يقيمون في ألمانيا، لكن الجميع ووسائل الإعلام العالمية تتحدث عن هذا الإقبال المنقطع النظير، الطوابير بالكيلومترات، يعني يتحدثون بالفعل بشكل مبهر ورائع عن أتراك ألمانيا وعن حرصهم الشديد على التصويت، والأغلبية هناك داعمة لأردوغان، بماذا تعلق؟ نعم، هذا يدل على أن الأصل في المسلم أنه مهما كان أنه دائما عندما تكون أمور مفصلية وأمور مهمة فإنه لا شك يرجع إلى أصله. فهم يدافعون عن تركيا وعن الدين ومن أجل أن يفوز أردوغان، لا لشخصه كأردوغان وإنما لما قدمه للشعب، مع أن إخواننا الأتراك في أي بلد ومنها ألمانيا عندهم جنسيات، يعني لا يحتاجون أصل العودة إلى تركيا إلا زيارة إذا أرادوا مثل غيرهم، لكن يقولون بأننا مهما كنا في أي بلد في ألمانيا أو في غيرها وتحديدا ألمانيا وعندنا الجنسية وعندنا أعمال وعندنا إلا أن الأصل نحن أهل الإسلام، والذي يمثل الإسلام ويدافع عن المسلمين في بلدنا الأم الأصلي تركيا، الوحيد للمترشحين هو رجب طيب أردوغان، ولذا نحن سنقوم بكل الجهود من أجل أن يفوز أردوغان. نعم، هذا هو الأصل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى.